انه مين يا حبيبي؟ ما ام محمد. يا اهلا وسهلا. الو 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 اي ست ام محمد اتفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسالك سؤال، يعني عندي حاجه مشكله عايز اقولها لحضرتك. اتفضلي. انا عندي بنتي متجوزه بقالها سنه دلوقتي، ايوه، حامل بعد 3 شهور من الجواز وما حصلش نصيب والطفل نزل. طيب فقعدت 7 شهور ما حصلش حمل، طلبت من جوزها ان هو تروح تكشف، رفض، قال لها حاله الماديه ما تسمحش دلوقتي. طيب. فهي كان معايا يعني جزء من الداحب، راحت بعته وراحت كشفت، والحمد لله ربنا كرمها وبقت حامل. الحمد لله. بعد ما بقت حامل جوزها عرف كده، طمن على الطلاق، وايه وقال لها لا، طب ابوه اتحشر في الموضوع، قال لها طب روحي يا بنتي افتحي لك يومين وبعدين ابقي تعالي. حصلت مشكله يعني وبقى متضايق منها. راحت قبل رمضان الكلام دوت، قعدت شهر رمضان وشهر شعبان وما سالش عنها. جه ثالث يوم العيد قال لها احنا انا استخرت ربنا مش هقدر اكمل معاها، كل شيء اسمه نصيب. طبعا عفشها انشال كله اتكسر، كان في شقتها العفش انشال والحاجه كلها. استنينا من العيد لحد دلوقتي ان هو يطلقها، ما حصلش طلاق ولا رد. طبعا رفعنا قضيه نفقه لان هو ما بيصرفش عليها ليها علاج، لان عشان الحمل الاولاني ما كانش ثابت. طبعا ابوها هو اللي بيصرف عليها دلوقتي واخواتها، بس هو ما فيش اي موقف عايز ياخده. الشقه طبعا الكرش، رحنا عند الجيران رمينا العفش بتاعها وعفشها اتكسر والحكايه بقت بهدله. فاحنا رحنا القسم عملنا بلاغ باثبات الحاله لانها حامل ومن حقها الشقه وهي ما اتطلقتش. فلحد دلوقتي لا راضي يطلقها ولا راضي يرجعها ولا اي مشكله راضي يحلها خالص. وهي دلوقتي قاعده عندنا عفشها عند الجيران، وحاجتها طبعا اتكسرت في 3 ساعات، عفش شقه اتلم كله والدنيا كلها اتبهدلت. فاحنا مش عارفين نعمل ده مع البني ادم ده ايه. حاضر. ادي السؤال، ادي السؤال، نعمل ايه مع البني ادم ده؟ انا ما فتحتش بقي، سمعتك للاخر. المشكله كلها ملخصه بعد ما اخد تليفون محمد وبعدين ارد عليكم انتوا الاثنين. محمد منورني. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ربنا يسترك يا محمد، اتفضل على طول يا محمد. عفوا، انا اشتريت شقه بالتقسيط، دفعت منها 10% المفروض اقسط الباقي. بعد ما ارتبطت ومضيت العقد سبت شغلي وكان عندي مشكله، فالموضوع عدى عليه حوالي اكتر من سنه ونص دلوقتي، وانا مش قادر اسدد بقيه ثمن الشقه. عندي فرصه ان انا اخد قرض، هل يجوز ان انا اخد قرض واسدد الفلوس اللي عليا واخد الشقه ولا لا؟ بشكرك يا محمد، انت مضطر والشقه ما تضيعش عليك تاخد القرض الا اذا وجدت من يقرضك قرضا حسنا. ما لقيتش، الله يعوض عليها وعليك وعلى كل مضطر ما جعل عليكم في الدين من حرج، عشان ما تضيعش الدنيا، لان الشقه من سنه ونص النهارده اكيد هتبقى زادت 30 40 الف. ست ام محمد، كل الموضوع هي كوبايه شاي صدقيني. الراجل اخذته العزه بالاسم لما قالها مش كاشفين لما ظروفي تتحسن، حس انها خدت فلوس باعت ذهب راحت لابوها، فقال لها انت بتكسري كلامي، طب ايه رايك انا هطلقك. أخذته العزة بالاسم، كان ممكن يعدي الموقف لكن ما عدوهوش. تعمل إيه طيب؟ نعمل إيه؟ وأكيد قال لها أنت كشفت منين؟ قالت له بعت عملت. طب ليه من غير إذني؟ ما في تصرفات ممكن تقول لي بعد إذنك أديك عيني، ممكن تاخد عود النعناع ده من إيدي بالعافية أجري وراك وعامل مشاكل كبيرة جدا، لكن ممكن ده أقول لك واللي معاه كمان البوكيه الصغير اللي أنا بيريحني نفسيا ده. أرجوك. يبقى كل اللي هتعمليه يا فندم، وانت برضو اتسرعت وعملت محضر في الاسم، وهي ما اتطلقتش. كونها ما اتطلقتش يبقى ان شاء الله الراجل يكون باق عليها وعايز رب اللي في بطنها. فنقعد مع بعضينا نقرا الفاتحه ونصلي على النبي ونقول احنا غلطانين، هو يقول انا غلطان وانت تقولوا احنا غلطانين، وتلم الدنيا والعشاء على حسابي. اقسم بالله انا ما بجامل ولا بقول، وترجع تربي بنتها وتسكن في شقتها، ويجي عفش احسن من العفش بدل المره مليون مره. جناح